اتلعبت اماميه، عدت الكوره، ايمن حفني يمشي ايمن يدخل في منطقه الجزاء وضربه جزاء. لا مش ضربه جزاء، ده انذار ولا ايه؟ حسبها. لا ضربه جزاء، هي ضربه جزاء. ايمن حفني ينجح بذكاء في الحصول على ضربه جزاء قد تفض الاشتباك في هذه المباراه. كهربا بيطلب ان هو يلعب ضربه الجزاء، لكن هنشوف قرار جروس ايه. ادي القدم وادي الرجل، وغنام محمد ياخد انذار كمان. تشوف من الزاويه دي، من اذا عدى ايمن حفني، غنام ما لعبش على الكوره خالص، وفي تلامس فعلا مع رجل ايمن. وخلينا ناخد القرار محدد زاويته في قمه تركيزه وبقدمه اليمنى. محمود علاء في مواجهه عامر، عامر خد القرار وداخل محمود جوه الجول. جول جول، محمود علاء يسجل هدف زملكاوي. اعتراض من لاعب الانتاج الحربي، والقرار من طارق سامي. عامر عامر بيعترض، بيقول له ان محمود علاء لمس الكرة مرتين. لربع النهائي لاعتراضات مستمرة. خلينا نشوف، ادي الكرة. لا مفيش مرتين ولا حاجة، مفيش مرتين ولا حاجة. محمود علاء هو اتزحلق فعلا، هو وقع وبيلعب الكرة، لكن عامر في زاوية. اشوف من هنا، لا 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 ولا مرتين ولا حاجة. يمكن لفت الكرة، لفت شوية كده، لكن ما اتلمستش مرتين. اصل مرتين، وكان اوباما وكهربا في انتظار اسيست زي اسيست مباراة مقاولين العرب، لكن توصل كرة لايمن حفني يحطها مرة تانية على حدود منطقة جزاء، ودخول تاني جوه خطيرة جدا. التاني من زيزو، التاني من زيزو. خلصها محمود، خلصها عبد العزيز. البدلاء هما كلمة السر للعراب السويسري كريستيان جروس في هذه المباراة. دفع بأيمن حفني، عمل له ضربة جزاء، دفع بمحمود عبد العزيز، سجل بنفسه الهدف الزملكاوي الثاني في هذه المباراة في الدقيقة 108. ادي ايمن حفني، محمود عبد العزيز دخل وسط زحمة مدافعي الانتاج الحربي، وسط ثلاثة. استلم محمود، خد القرار، راح ودخل واقتحم منطقة الجزاء، وبرجله الشمال يلعبها تخبط في الحناوي، تغير اتجاهها وتخدع عامر عامر وتسكن في الشباك. التبديلات الزملكاوية لكريستيان جروس.